صباح الخير. تعقد اللجنة النيابية المكلفة وضع مشروع قانون الانتخاب اجتماعا لها اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. من هناك أيضا يواصل الرئيس بري سعيه إلى إطلاق الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل بالتعاون مع النائب وليد جملاط. ليلا أيضا شهدت ساحة رياض الصلح تطورات كبيرة بخصوص أهل العسكريين المخطوفين بعد حديث عن التهديد بذبح 7 عسكريين آخرين. مشاهدينا ضيفي اليوم أستاذ عبدو السعد، قبل ما بلش معك بدي انتقل دغري لساحة رياض الصلح لأنه أهل العسكريين عندهم تصريح بهذا الحكم على 5. في الميكرو، في الميكرو شو رجال بالأسرى العدلي. اليوم قررنا تسكير جميع طرقات بيروت من هذا الوقت حتى نتراجع عن هذه الأحكام التي هي ضرر لأولادنا وقد تؤدي بأرواحهم جميعا. شفنا ورأينا بلدان أخرى تراجعت عن أحكام بالإعدام. نحن اليوم نطلب الدولة اللبنانية تتمثل بالدول التي تخاف على أمنها وسلامة شعبها ووطنها ورجالها وجنودها اليوم أن تتراجع عن هذا القرار، لأن القرار هذا يؤدي بأرواح أولادنا. من هذه اللحظة بدأ التصعيد حتى تراجع باسم بلسان وزير العدل التراجع عن هذه الأحكام. الخطوات قطع طرقات بيروت. وين يعني؟ طرقات بيروت هلا بتشوفوها مباشر. هلا بتشوفوها مباشر. بس نسكرها حتشوفوها. إن شاء الله كل حيشوفها. يعني كم شو الطرقات الرئيسية؟ طرقات رئيسية وفرعية، وممكن نسكر على مجلس النواب وممكن نسكر على القصر الحكومي جميعا بكل مداخله حتى نصل إلى نتيجة. ما طمنوكم النواب؟ ما خبروكم؟ ما في اطمئنانات إلا لحتى يجوا ولادنا. اطمئنانات خلاص ما عاد في اطمئنانات، شبعنا اطمئنانات. الاطمئنانات اللي عم بيعطونا اياها ثاني يوم عم بيجينا تهديد، عم بيعطونا اطمئنان من هون، عم بيستفزوهم من هون. اولادنا معهم كذا مره، عده مرات عدنا نحن ورئيس الحكومه، وعدنا نحن واللواء الخير، وعدنا نحن كل المعنيين بهذه الازمه، عدنا نحن ممنوع الاستفزاز حتى بكلمه. بيصدروا احكام، في ناس احق بالاحكام من 9 سنين وعشر سنين اسا ما حكموا، اليوم ليش يضل يستعجلوا بالحكم عليهم حتى يقولوا لنا جميعا انه نحن بدنا نذبح اولادكم ونحن بدنا نقتلهم. في ناس احق بالاحكام من 9 سنين ومن 10 سنين ومن 12 سنه، يروحوا يحكموا هذوليك قبل ما يحكمونا نحن هون ويحكموا هذول الشباب. شو صار في التصعيد؟ نعم، شو صار في التصعيد لكم؟ صار في التصعيد بدا بده يبدا هلا بعد هذا الوقت بقطع الطرقات وكل حادث وحديث. إذن مشاهدينا كنا مباشرة من ساحة رياض الصلح حيث أكد الأهالي أنهم سيصعدون اليوم من بعد ما من حوالي 2 أو 3 أسبوع كانوا قد هددوا بأن يكون لبيروت يوم أسود. يبدو أن اليوم سيكون هذا النهار، ولكن مزيد من التفاصيل سنكون مع زميلتنا جويس نوفل يلي موجودة هناك في ساحة رياض الصلح للإطلاع منها على كافة تفاصيل هذا اليوم من بدايته. جويس يعطيك العافية. شكرا جوزتي، الله يعافيك. تفضلي، شو صار من الصبح لهلا لحد اتخاذ هذا القرار جويس؟ نعم، الابرز كما سمعتي انه الان الاهالي قرروا التصعيد بالخطوات وقرروا اقفال كل مداخل العاصمه بيروت، وسيبداون تباعا منذ هذه اللحظه بتنفيذ هذه الخطوات التصعيديه، وقالوا لن يغادروا الطريق ولن يفتحوا طرقات بيروت مجددا الا حين العوده عن قرارات الصادره بحق 5 إسلاميين، وهذا مطلب لداعش. يعني يهددون بذبح 7 عسكريين ما لم يتم التراجع ورد الأحكام الصادرة عن الإسلاميين 5. المهلة كانت عند الساعة 12 ظهرا، كان هناك تهديد من قبل داعش عبر اتصالات تلقاها الأهالي بذبح العسكريين، لكن بحسب ما قال أحد شقيق إبراهيم مغيط نظام مغيط أنه بعد توسل عدد من الأهالي تم تمديد المهلة حتى الساعة 4 بعد الظهر، وألا سيرون. قالوا من اتصل من داعش بالأهالي قال لهم بالحرف الواحد لا، يعني سترون الفيديو، فيديو ذبح العسكريين مباشرة، ولن يكون هناك
أي أمل بأن تأتوا لزيارتهم كما جرت العادة منذ أسبوع ماضي في زيارة عدد من الأهالي لجرود عرسال؟ إذن الأجواء مشحونة جدا هنا في رياض الصلح، حرق الدواليب مستمر جزئين في هذه الأثناء، وكما ذكرت الخطوة الآن هي إقفال مداخل بيروت من قبل الأهالي، وكان لافت أيضا زيارة عدد من النواب إلى ساحة رياض الصلح، منهم عضو تكتل التغيير والإصلاح العون وكتلة المستقبل، وكان حديث من النائب هادي حباش قال أنه هناك عمل جدي لحلحلة الأمور قانونيا، وتحدثوا مع وزير العدل لإيجاد الحل القانوني لهذه المسألة التي يطالب بها داعش ويهدد بها داعش الأهالي. هذه هي الصورة حتى هذه الساعة جزئين من ساحة رياض الصلح. أكيد لمزيد من الخطوات التصعيدية ومزيد من الأخبار سنوفيكم بها مباشرة جزئين. نعم، شكرا لك الزميلة جويس نوفل على هذه المعلومات. طبعا رح نرجع لك فوق ورود أي تفاصيل. أستاذ عبدو مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات، بدي رحب فيك. يعني اليوم يبدو انه هذا العنوان هو سيكون العنوان الاول لهذا النهار، على الرغم من انه بعينتيني في لجنه لحتى تناقش قانون الانتخاب، ويبدو انه القانون المختلط هو القانون الموضوع على هذه الطاوله، على تلك الطاوله في عينتيني، ونحن ايضا في هذه الحلقه رح نناقش هذا الموضوع. بس في عندي زميلتي ريتا نصور مباشرة أيضا من عينتيني لتقلنا شو الأوضاع هناك، ولحتى نباشر بالتعليق عليه عندما تكون جاهزة رح نكون. نعم. هذا قانون المختلط. نعم. لماذا أعيد طرح قانون المختلط من بعد ما كان إذا بدك لقاء أرثوذكسي، طرح لقاء أرثوذكسي بعد ما تم التصويت عليه؟ نعم، والله للأسف الشديد يعني اللي حصل كان من المفترض من ناحية دستورية وقانونية أنه الرئيس بري يحيل قانون الأرثوذكسي على الهيئة العامة، ولكن لأسباب اعتبرها هو أنه غير ميثاقية. أنا بفهم الميثاقية، اللي بيحكم الميثاقية هو الدستور. نعم. بيقول أنه في مكونين أساسيين ما حيحضروا الجلسة، لأجل ذلك ما طرحوا على التصويت. هن تيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي. والحزب التقدم الاشتراكي مع أنه هن ممثلين. طيب بصنع آخرين في مجلس النواب. بلا الأرثوذكسي. إذا طرحنا النسبية، النسبية مشروع قانون محال من قبل حكومة الرئيس مئاتي إلى المجلس النيابي، لماذا لا يناقش ذلك؟ طيب إذا التيار المستقبل و حزب التقدم الاشتراكي ما حضر الجلسة، هل بيعتبر الرئيس بري أنه كمان هون ما في ميثاقية؟ يعني نحن ما فينا نصوت على قانون انتخاب لأنه في مكون أساسي؟ يعني بكرة إذا الطائفة الأرمنية الكريمة عندها 6 نواب وقررت ما تحضر جلسة، هل بيعتبر الرئيس بري أنه ما في ميثاقية هون؟ هذا سؤال يطرح، يعني أنه ما بعرف هذا الأمر. حتى في يعني حتى حول هذا الموضوع، اسمح لي إنه بموضوع التمديد الجلسة على التمديد لمجلس النواب، عندما قام يعني تكتل سياسي بعدم النزول إلى مجلس النواب، ما اعتبر هذا الموضوع كمان نقص؟ هي هون المشكلة، يعني إنه هل الميثاقية هون المشكلة؟ أنا حقيقة ما بفهم، هيدي خطرة كتير سابقة، خطرة كتير. يعني بصير إنه أي قانون أنت مش بس قانون انتخاب، أي قانون بدك تمرريه إذا غاب مكون من المكونات، يعني الطائفة العلوية مكونة، صحيح أقلية ضئيلة هي بالنسبة بعددا، بس هي مكون. نعم. مكون من مكونات المجتمع اللبناني. نعم. ولا من مارس العنصرية، بمعنى أنه والله فقط المكونات الكبيرة هي اللي بتقدر بيكون لها حق الفيتو، ولكن الأقليات والأقليات يعني أين الديمقراطية؟ أين المساواة؟ الأقليات ما لها ميثاقية، يعني ما لها حصة بهالميثاقية. هيك الواضح يعني. هيك الواضح. يعني اليوم إذا بدنا نحكي مسيحياً، أكبر مكون سياسي للمسيحيين هو التيار الوطني الحر، هو التغيير والإصلاح، هو أكبر مكون سياسي. اليوم بدل مشروع طرح لقاء أرثوذكسي اللي كان مفترض أن يتم التصويت عليه، ومن بعد حديث للرئيس بري كان واضح من حوالي أسبوع عم بقول أنه لن نعود إلى هذا القانون. نعم. ولن ما رح يمشوا فيه بقى حتى. نعم. لو اتفق المسيحيون عليه في قانون المختلط. ما هو القانون المختلط لحتى نشرح للمشاهدين؟ هذا حقيقة لأكون موضوعي،
هذا القانون المختلط بتعتمده كثير من الدول الأوروبية، كثير أكثر الدول الأوروبية تعتمد القانون المختلط وعلى رأسها ألمانيا. بس ولكن هذا العمل له هدف سياسي معين. ليش مختلط؟ يعني شو السبب؟ أكثري ونسبي. بألمانيا على سبيل المثال، دائما أنا بأخذ المثال الألماني لأنه ألمانيا دولة كبيرة ومعروفة وما إلى ذلك، أكبر دولة تعمل بالمختلط، عندها 660 مقعد نيابة موزعين بين 330 مقعد نيابة على أساس الدائرة الوطنية مع النسبية وفق النسبية، و 330 دائرة فردية. بالجانب الشيء المتعلق بالنسبة هناك عتبة ثرشول فردية أكثري، أنا أصدق. نعم، على الأساس الأكثري، الأكثري فردية. نعم، صوت الواحد. بالشيء المتعلق بالنسبية هناك ثرشولد، عتبة 5%. هلأ في أحزاب ناشئة لا تستطيع تخطي الحصول على هذه النسبة بهدف تمثيل هالأقليات السياسية. الأحزاب الناشئة عملوا لهم دوائر فردية لأنه بإقليم معين بيقدروا يكسبوا، بيقدروا يربحوا، لأنه ما بيقدروا يتجاوزوا 5%. هذا هو الهدف. طيب شو الهدف عنا؟ ما هو الهدف؟ ليش عنا مختلط؟ أنا بحب أسألهم ما هو السبب المختلط؟ شو هو ما هي الأسباب الموجبة للمختلط؟ النسبية، على الجميع أن يعلم، النسبية انعملت واخترعت بالقرن أواخر القرن 19، وعمل فيها بأواخر القرن 19 لحفظ وصون حقوق الأقليات الإثنية والدينية والسياسية. طيب هل هذا النسبية، الجزء المتعلق بالنسبية اللي طارحينه، يحقق ذلك؟ أكيد لا، أكيد أكيد لا. فبالتالي أنا ما بفهم ما هي الأسباب الموجبة لطرح، إلا لإرضاء بعض الزعامات، كما هو الحال دائما، إرضاء بعض الزعامات أنه يابا في طلب مطروح النسبية، حنعمل تسوية ونعمل نص نسبة ونص أكثر. والأكثر إذا كان بده يكون لازم يكون بالصوت الواحد. يعني اليوم إذا بدي أحكي عن هذا المشروع، على المشاهد أن يعلم ذلك، لأني هذيك اليوم التقيت بأحد المثقفين السياسيين الكبار، وهو سياسي معروف دون أذكر اسمه. التقيت فيه بالصدفة فعم بيسألني شو رأيك بالمختلط. قلت له هذا سيء، هذا لا يعني لا يحقق ما نطمح إليه أبدا. قال لي كيف ما نص نسبة؟ قلت له هذا النسبة اللي عم بيحكوا عنه ما بيحقق صحة التمثيل أبدا. خليني أشرحه لو سمحت. إيه بس أوكي، بس السؤال هو عن الشرح، أنه على أي أساس أكثر وعلى أي أساس نسبة هذا الطرح يلي عم يطرحه؟ 64 مقعد على أساس النسبة و 64 مقعد على أساس القضاء مع الأكثر. ومن يقرر في كل قضاء أي مقاعد هي أكثر؟ هذا كم من المقاعد؟ هلأ بدي إجي على هذا، أنه شو هي المعايير التي شو هي المعايير التي تتخذ لحتى تقسيم المقاعد بكل دائرة بين أكثر ونسبة؟ لبين سوء هذا القانون المختلط اللي مطروح. طيب اليوم إذا كان الهدف من اعتماد النسبي هو صحة التمثيل وعدالته، هذا ما بحقها أبدا. لأنه هلأ لو جمعنا، لو تحالف أعرق الأحزاب اللبنانية، يعني حزب الشيوعي، حزب الكتائب، وحزب القوم السوري، لو تحالفوا ثلاثة تون بهذا القانون بهذه النسبية اللي مطروحة، ما بيقدروا يحققوا أو يحصلوا على مقعد واحد. مقعد واحد ما بيقدروا. ليش؟ أولا نحن انتخب عندنا في لبنان بالسنة 2009 آخر انتخابات 1,650,000 مقترع. يعني لو قسمناهم، لو كان لبنان دائرة واحدة، كان بيطلع الحاصل الانتخابي للمقعد الواحد هو 12,500 صوت. هلأ بما أنه بتوزع هيدا على 64 مقعد مش على 128، اللي حيصير، وخصوصا أنه عدد المقترعين أكيد بده يزيد لأنه عدد الناخبين بده يزيد، أنا بتصور يوصل عدد المقترعين حد أدنى 1,800,000. يعني عم نحكي أي مقعد بده 30,000 صوت
لحتى يقدر يحصل على مقعد. مين عنده 30,000 صوت إلا الكبار؟ نعم، إلا الأحزاب الكبيرة. إلا الأحزاب الكبيرة. وبالتالي برضو القانون المختلط على الرغم من أنه فيه نسبية فهو لن يؤمن. لن يؤمن، لا يصون ولا يحقق صحة التمثيل بتاتا للأقل. ما هو بده يصون حقوق الأقليات. أين حقوق الأقليات الطوائفية والسياسية؟ ما بيأمنوا أبدا أبدا. فهذا قانون سيء. وأنا بقول أنه بالأكثر ما لازم يكون صوت واحد، هيدي بدعة وهرطقة الصوت المتعدد. هذه برجع بكررها دائما بردد أنا أنه اللي نعتمده هذا القانون الذي نعتمده في 4-5 جمهوريات موز في العالم، مش دول، جمهوريات موز الذي ما زالوا يعتمدوا هذا القانون السيء والظالم جدا. أكثر مع صوت متعدد، الأكثر بكل بلدان العالم اللي بتحترم حالها تعملوا بالصوت الواحد. صوت الواحد يعني كل ناخب ينتخب واحد، ينتخب اسم واحد بسلسلة الأسماء اللي ضروري جدا. وإلا ما مشكلة كبيرة عندنا، يعني لن يتغير شيئا. أنا بقول لك من هلا لن يتغير شيئا لا في بنية النظام الانتخابي. طب بكي كرمال هيك عم يطرحه الرئيس مرة. هو أنا عم بقول لك من أجل، أنا بقول لك إياها، أنا بعرف يعني كرمال ما أنا بعرف الرئيس بري كان بنادي، وحركة أمل من أول من نادى من الأوائل الذين نادوا بالنسبية مع الدائرة الواحدة، حركة أمل وكان متبني النسبية. بس الواضح الرئيس بري يعلم أنه ما حيقبلوا فيها. يعني في فريق من اللبنانيين مش حيقبل بالنسبية لأنه بتضر بمصالحه الانتخابية، ليس إلا يعني بتضر بمصالحه بهذا القانون. يعني بقلك بصراحة حيبقى تقريبا نفس الشيء، نفس الأعداد لكل الجامعات، بياخد هالفريق شوية مقعد هون، هيداك بياخد مقعد بال، ولكن ما حدا من الفريقين رح يقدر انه يحقق يعني انجاز ملموس على مستوى. لا لا اكيد لا، هيدا القانون وبالتالي ستشبه نتائج هذا القانون القانون السيتي. طب حضرتك كنت عقدت مؤتمر صحفي من سنه، تحدثت فيه عن قانون مختلط ومعايير معينه ربما لاعتماد هذا القانون، شو بيختلف في القانون؟ نعم، اولا بدي ارجع اكد انه انا مع النسبية الدائرة الواحدة، النسبية الوطنية مع الدائرة الواحدة، ولكن وجدت كنت أعلم لأني كنت عبتابع بشكل دقيق أنه اللي بده يطرح هو المختلط. فقلت طالما بده يطرح المختلط لأطرح مختلط كما يبغون مثل ما بدهم، ولكن بمعايير تمثيلية. يعني يكون في معايير تمثيلية يعني. ليش هيدا أكثر وليش هيدا نسبي؟ شو عملت؟ اللي عملته جيت على كل المناطق، كل الأقضية، بدأت مثلا بقضاء عكار، في أكثرية ساحقة أو أكثرية كبيرة كثير سنية، وأقليات علوية مسيحية أرثوذكسية مارونية. اعتبرت أنه كل من أجل صحة التمثيل والتمثيل العادل بحيل مقاعد الأقليات الطوائفية من الأكثر إلى النسبة. يعني هناك في 4 مقاعد أقلية هول يحالوا إلى النسبية. بالشق المتعلق بالأكثر الأغلبية مقاعدها تذهب إلى الأكثر مع الصوت الواحد. مع صوت الواحد. رح ناخد أمثلة. بس لا لحتالي مثال تاني. عفوا معلش مثال تاني. بعلبك الهرمل. في 10 مقاعد. 6 شيعة أكثرية ساحقة. و4 أقليات، بحيل الأربعة هولة على النسبية والست مقاعد بحيلوا على الأكثر مع الصوت الواحد. رح ناخد بعد أمثلة ورح نشرح بعد هذا الموضوع، لكن اسمح لي لأنه زميلتنا ريتا نصور صارت جاهزة من عين التين لحتى نشوف شو في على طاولة عين التين اليوم بقانون المختلط. ريتا يعطيك العافية. الله يعافيك يا جوزفين. نعم ريتا، شو الجديد؟ متى بدأ هذا الاجتماع؟ وهل علمتم يعني شوي هيك هيكلية هذا القانون المختلط يلي سيتم طرحه أو أي تعليقات من النواب؟ نعم جوزفين، الاجتماع لم يبدأ بعد، إذ أن أعضاء لجنة التواصل لم يحضروا جميعا حتى الآن إلى عين التينة، هم يتوافدون رويدا رويدا، ولكن الاجتماع لم يبدأ بعد. بطبيعة الحال النقاش سيبدأ من النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الأكثري 64 نائب على أساس النظام الأكثري و64 نائب ينتخبون على أساس النظام النسبي، وهذا هو الاقتراح الذي كان يروج له رئيس المجلس النيابي
بنبيه بري. البارز حتى الآن جوزيفين هو رسالة خطية نقلها أو سينقلها في هذه الأثناء النائب ألاعون إلى رئيس المجلس النيابي. هذه الرسالة هي من رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد بشلعون وتتعلق بقانون الانتخاب، ولكن النائب ألاعون رفض الإفصاح عن محتواها قبل أن يعرضها إلى رئيس المجلس. هذا هو الأمر اللافت الوحيد حتى الآن، بقية المواقف تأتي مكررة بطبيعة الحال. الهوة نلاحظ أنها لا تزال واسعة بين الكتل النيابية وبين توجهاتهم لإقرار قانون انتخابي. على أي حال في هذه الجلسة التي يترأسها رئيس المجلس لن يكون هناك نقاش تقني في قوانين الانتخابات المقترحة والاقتراحات الحاضرة على الطاولة، إنما سيوضع إطار لعمل هذه اللجنة ينظم هذا العمل والسقف الزمني لأعمالها، علما أنه بالنسبة إلى هذا الموضوع أي السقف الزمني لأعمال اللجنة هناك وجهتين نظر. هناك وجهة نظر تقول أن مهلة الشهر التي حددها الرئيس بري لا تعني العودة إلى الهيئة العامة وإقرار قانون انتخابي في ظل الشغور الرئاسي، وبالتالي لابد من انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإقرار قانون انتخابي جديد. بينما وجهة النظر الأخرى تقول أن من يرفض الذهاب اليوم إلى الهيئة العامة أي بعد شهر والتصويت على إحدى الاقتراحات فهو من يعرقل قانون الانتخاب. هذا ما أكده لنا حرفيا النائب جورج عدوان في اتصال هاتفي مع الأو تي في. حتى الآن لم يكتمل نصاب هذه الجلسة ونحن ننتظر أن تبدأ لنوافيكم بكل جديد. نعم شكرا لك ريتا. يعني بين القراءتين رح نشوف أي رح تكون الأسهل إلى التطبيق، يعني إذا كانوا رح يقروا قانون انتخاب بعد المهلة الزمنية اللي رح يعطوها اليوم، رح يحددوها اليوم في هذا اللقاء أو لا. ولكن اسمح لي أتوقف مع فصل إعلاني صغير وبنرجع لحديثنا. عودة لكم مشاهدينا وإلى أستاذ عبدو سعد ضيفنا، أهلا وسهلا فيك، مدير مركز بيروت للأبحاث والمعلومات. كنا قبل ما ندخل الفصل الإعلاني طبعا مع زميلتنا ريتا من عين التيني عم نحكي بقانون المختلط يلي سيطرح اليوم أو سيطرح إذا بدك يعني مهله الزمنية وإلى آخره عناوينه، وكنت عم تشرح لي عن قانون المختلط يلي طرحته حضرتك من حوالي السنة وعم تعطيني أمثلة من مناطق لبنانية على أي أساس يوزع الأكثر وعلى أي أساس يوزع النسبة حفاظا على حقوق الأقليات بالتمثيل. صحيح. تفضل. هو طبعا مثل ما قلنا انه النسبية هي الهدف منها الأساسي. هو صون حقوق الأقليات، الحفظ بصون حقوق الأقليات، فهذا هو المعيار الأساس باللي طرحته. فقلت على سبيل المثال مثل دائرة مثل دائرة بعلبك الهرمل فيها 10 مقاعد، فيها أكثرية كبيرة شيعية. لهم 6 مقاعد وفي مقعدين سنة ومقعدين مسيحيين. فالمقاعد الأقليات تحال إلى النسبية، ومقاعد الأكثر الستة مثلا مثل بعلبك الهرمل على يعتمد الأكثر مع الصوت الواحد. الهدف من الصوت الواحد هو إعطاء الفرصة للأقليات السياسية ضمن الطائفة الواحد لكي يتمثلوا. يعني إذا في حدا مرشح مثلا شيعي هو مش ضمن خط الحزب الشيعي الأكبر، أنه في عنده فرصة أن يتمثل عبر الصوت الواحد. يعني مثلا اليوم يستحيل حدا يتمثل لا بعكار ولا بعلبك الهرمل، يعني مستحيل حدا يتمثل بعكار ضد تيار المستقبل أو حزب الله ببعلبك طبعاً. إلا إذا كان اعتبرنا الصوت الواحد بالضبط، لأنه من الصعب جدا حتى قديش حزب الله منظم وما كنتم منظمة ما بيقدر ينجح في يعني لأنه ما بيقدر ينجح في ضبط هالعملية، لأنه اليوم بينجح بالملتزمين. قديش عدد الملتزمين بالحزب؟ بيقول لهم أنتم بتصوتوا لفلان أنتم بتصوتوا، ولكن الدائرة المؤيدة للحزب أوسع بكثير من دائرة الضيقة. فمن الصعب إيصال الرسالة لهم، فبيذهبوا بصوته كيفما كان، يعني على كما يروه مناسب. يمكن يعطوا هالمرشح عدد كبير جدا جدا من الأصوات، ومرشح تاني ما يعطوا كثير أصوات ضمن الفريق الواحد،
مما يسهل عملية الاختراء للمرشح المنفرد أو مرشح اللائحة الثاني مثلا يعني. وهكذا دواليك بكل المناطق حيث يوجد أقلية مقاعد أقلية بدائرة معينة تذهب إلى النسبية، وحيث يوجد أكثرية مطلقة لطائفة معينة مثل علي في الأكثرية المطلقة هي للطائفة الدرزية. نعم. لهم مقعدين هولي بروحوا على الأكثرية، وفي ثلاث مقاعد للمسيحيين بيذهبوا على النسبية الأقلية. تصور أن وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة، بس في دوائر عندنا تمثيل واحد يعني مثلا كسر وين؟ نعم هولي كلهم يذهبوا إلى الأكثرية مع الصوت الواحد. مش بس عندك بشري، عندك بترون، عندك بنت جبال، عندك صور، عندك هولي كله كل الدوائر اللي عندها بس عندهم الأكثرية مطلقة من طائفة معينة مقاعدها تذهب إلى الأكثرية مع الصوت الواحد. نعم مع الصوت الواحد، وبالتالي يؤمن وصول هذا بالتأكيد هذا حد. أنا مع النسبية الدائرة الواحدة. نعم. ولا بما ولكن طرحت هذا الموضوع قلت إذا كان ولا بد بده يكون مختلط فهذا هو المختلط الذي يجب أن طيب إذا بدنا نقارن بين المختلط اليوم يلي سيتم طرحه على طاولة عين التينة واللي منعرف عناوينه وتحدثنا فيها بين قديش بأمن المناصفة الحقيقية نصف المناصفة نصف المناصفة لا يؤمن العدد الكافي من المقاعد للمسيحيين قدي بأمن للمسيحيين بقوتهم الذاتية أن ينتخبوا قدي 33 نائب يمكن 33 على ما أذكر يعني 33 نائب بأمن للمسيحيين هذا المطروح من قبل الرئيس بري. نعم. بينما اللي طارحه أنا بأمنهم تقريبا حوالي 50 مقعد بالقوة الذاتية المحض للمسيحيين بأمن لهم هذا مختلط وهذا مختلط هذا له معايير تمثيلية اللي طارحه الرئيس بري ما له معايير تمثيلية أبدا أبدا لا يستند إلى المعايير التمثيلية طب على أي أساس سيتفق الرئيس بري مع باقي الكتل على التقسيمات الواضح الواضح لقلك بصراحة هذا الأمر انشغل عليه لأني أنا سمعت السيد وليد جنبلاط قال بيقبل بالطرح الرئيس بري المختلط 64-64 وتسرب شيء عن الرئيس السنيورة أنه بيقبل فيه فالواضح نتمنى نحن يكون في معارضة له شديدة هذا المطروح لأنه هو سيء للبنان يعني هذا القانون الذي نعمل به هو من أسوأ ما يمكن ولكن هذا أقل سوءا بقليل أقل سوءا بقليل جدا جدا يعني بالشكل بالشكل هل البعض بيقول لك طيب ما عليه شيء ما هذه يلا فتنة بالنسبية يا أخي نسبية سيئة هذا اللي عم يطرح على 64 مقعد تصوري كانوا عم يطرحوا 70-30 يعني 70% أكثر و30% يعني بصير بده الواحد 60,000 صوت ليطلع له مقعد بهالمعنى هذا يعني إنه شيء مش معقول ما هن اللي عم يطرحوا هالمسائل ما في جانب تقني مع احترامي لإلهم ما بينظروا لإله ما بينظروا لإله مثل هذا اللي تكلمت عنه هالشخص المحترم ما كان ملتفت للي عم بقول له قال لي أوف أوف إنه معقول هيك يكون قلت له هذا هو حتى من كثير من أصدقائي انبسطوا يلا منيح في نسبية قلت لهم شو هالنسبية هذه بالاسم يعني في بالمسمى نسبية ولكن فعليتها مش نسبية هذه لا تحقق النسبية بشيء يعني أو مفاعيل النسبية طيب كمان أيضا رح نحكي عن استطلاعات مؤخرا عملتها حوالي من 3 أسابيع أيضا عيناتها هي من العينات المسيحية رح نحكي ليش نقيتهم وشو هن هالاستطلاعات ولكن اسمح لي أيضا لأنه يبدو أنه اليوم بيروت ستقطع كل طرقاتها مثل ما هددوا أهل العسكريين للأسف الشديد زميلتي جويس هي حاليا بالصيف رح نكون معها لنشوف إذا ما قطعت هذه الطريق جويس نعم جوزيفين بالفعل طريق الصيف قطعت على يعني بالراحة وبالرجعة وأيضا الطريق الآتية من منطقة الأشرفية والطريق المؤدي إلى مجلس النواب بالقرب من مبدأ النهار أيضا قطعت الأهالي يجلسون على الأرض يعني بأجسادهم يقطعون الطرقات والآن يتوجه عدد آخر من الأهالي لقطع طريق المرفأ يعني في هذه الأثناء يمكن قول أنه مداخل بيروت المؤدية إلى داخل العاصمة بيروت قطعت نهائيا من قبل أهالي العسكريين المخطوفين وبطبيعة الحال ضحمة سير خانقة وعدد من المواطنين يعني بدأ باللوم والعتب وأيضا هناك حتى عدد من الأشخاص الذين نزلوا يعني في محاولة لطلب
طلب من الأهالي بفتح الطرقات بما أنه هم يقفلون الطرقات على مواطنين لا ذنب لهم من هذا المنطلق. ففي هذه الأثناء يمكن القول أنه طرقات بيروت ومداخل بيروت بأغلبها حتى الساعة مقطوعة على المواطنين، وأيضا القوى الأمنية تحاول أن تخفف من هذه من زحمة السير هذه. الأهالي مصرين بذلكين بإصرار تام على استمرار بهذا الموضوع، حتى كما ذكرت في رسالة سابقة بحسب قولهم أن يتم رد الأحكام التي صدرت بحق 5 إسلاميين وتفاديا للتهديد من قبل داعش بذبح 7 عسكريين. نعم جويس، عم نشوف الصور يعني وجود بعض القوى الأمنية وحتى من عناصر مخابرات الجيش يمكن أو ما بعرف أي جهاز، بس أنه ماذا يعني، هل في احتكاك مع الأهالي؟ هل في هناك من احتكاك يعني تخوفا من أي احتكاك مع الأهالي؟ القوى الأمنية موجودة، قوى الأمن الداخلي، عناصر قوى الأمن الداخلي موجودة بلباسها العسكري بالقرب من الأهالي العسكريين المقصوفين تفاديا لأي احتكاك، لكن حتى الساعة لم يحصل أي احتكاك بين أفراد من الأهالي والقوى الأمنية أو حتى مع المواطنين كانوا يسلكون الطريق عادة. نعم. هلا جوزيفين إذا في بس أوصف المشهد، أغلب السيارات يعني يعودون أدراجهم إلى في محاولة لسلوك طرقات أخرى. طيب جويس، كنا سمعنا الأهالي كانوا عم بيهددوا أيضا بإقفال الطرقات الفرعية، هل يعني هذه هي الخطوة الأولى يلي بدأ الأهالي بإقفال طريق الصيفي، أو هم أيضا يعني في هذه الأثناء يتجهون إلى طرقات أخرى لإقفالها؟ الأثناء كما ذكرت يتجهون إلى طريق المرفأ، يعني خطوة بخطوة يقولون أنه سيقومون خطوة تلو الأخرى لكن دون تحديد أي شخص لهذه الخطوات التصعيدية. نعم. على كل حال عم نشوف الصور أنه في عم نشوف الصور أنه في سيارات تحاول العودة إلى الخلف. جويس، في أي أخبار مع يعني أو أي اتصالات مع لواء خير لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستقوم بأي مسعى يعني مع الأهالي؟ لا يتمكن أحد من الأهالي من الاتصال بلواء خير حتى هذه الساعة، لكن الوفد النيابي الذي زار الأهالي في مكان الاعتصام قيل أنه توجه أبلغ الأهالي أنه توجهوا إلى السراي في محاولة للقاء اللواء خير، لكن لم يصدر أي خبر عن هذا اللقاء وأي معلومة. نعم. حتى الساعة أكيد. إيه طبعا، شكرا لك جويس نوفل على هذا الاتصال، نحن طبعا رح نكون معك بكل خطوة ومع أهالي العسكريين. للأسف اليوم يبدو أنه ما هدد به الأهالي من حوالي 3 أسابيع أو شهر اليوم هم يطبقونه يعني ينفذونه على طرقات بيروت من دون حرق دواليب، يعني يبدو للأسف الشديد الذي يحصل في لبنان والمتاجرة بموضوع المخطوفين. أنا أب متاجرة من مين؟ وأنا جد بالأهالي وبالمخطوفين المتاجرة بالأهالي. نعم نعم. أنا أب وأنا جد، أنا بشعر تماما مع الأهالي، أنه تصوري أم تشعر أن ابنها يمكن ينذبح، ولكن لاحظي الآن سلوك الأمريكان والبريطانيين والغربيين، ما بيطلعوا بيحرقوا دواليب بالشوارع الأهل يعني بطالب الحكومة. هل الحكومة هون السؤال؟ أنا مش عم دافع على الحكومة أبدا أبدا أبدا، أنا مع الأهالي مع عواطفهم، مع بس إنه هل هذا العمل الذي يقومون به يعني بحسن شروط إطلاق سراح؟ إذا كان بحسن الشروط فليفعلوها حقيقة، لأنه هناك ابتزاز كبير من المسلحين لهذا الأمر، بيلعبوا على عواطف الأهالي. أنا بتمنى على وسائل الإعلام ما تغطي هذه الأمر، لأنه عم تعطيهم ورقة للمسلحين لحتى يضغطوا فيها على الأهالي. كنت بتمنى على السلطة السياسية أن تفاوض بالتوازي مع تدريب فرقة خاصة، قوات خاصة لمحاولة تحرير الرهائن. ما بيجوز هذا الأمر، صرنا 6 شهور، أنا مني عسكري ولكن لازم لأنه هذه الأمور سوف تطول جدا جدا، مع احترامي الشديد لمشاعر الأهالي وأنا أشعر معهم يعني. نعم. طيب رح نرجع نحن لموضوعنا وقانون الانتخاب والاستطلاع يلي قمت فيه من 3 أسابيع، أيضا العينة كانت مسيحية ما هيك؟ نعم. هو وكانت حول حزب الله وحول صحيح. يعني تفضل. هي أنا حبيت لأنه نحكى كثير عن موضوع المزاج المسيحي، لدرجة أنه صار نحكى تسرب شيء من البطركية أنه غبطة البطرق قال في أحد مجالسه لولا حزب الله
لوصل الإرهابيين إلى جونيا. فحبيت استنتج الرأي المسيحيين وحصل في أخذ وعطى مسيحي حتى حول هذا صحيح الموضوع. حبيت استنتج رأي المسيحيين حول رأيهم في انتشار العسكري لمقاتلي حزب الله على الجبهة الشرقية. نعم. فسألت كم سؤال بهالخصوص، منهم هل تعتقد بأن تدخل حزب الله في سوريا هو من استجلب المجموعات المسلحة إلى لبنان؟ كانت الإجابة 67% كلا تقريبا. كلا، مش تدخله هو اللي استجلبهم. سؤال آخر، هل تعتقد بأن والباقيين كلهم نعم؟ والباقيين كلهم نعم؟ لا أكيد لا، ما في شيء لا جواب. في شيء لا جواب، ما بعرف والله ناسي يعني. يمكن 27-26% ما بعرف. يعني ناسيها. السؤال الثاني، هل تعتقد بأن مواجهات حزب الله للمجموعات التكفيرية تحقق حماية للبنان؟ أجاب تلتين المسيحيين بنعم، وهذا هو المحور الأساسي يعني حول هذا الموضوع يعني. فكانت نتائجه بهذا الشكل. وبحب هون يقول شغلي أنا، لأول مرة في تاريخ المسيحيين منذ تكوين لبنان، عم بحكي من العشرينيات، بيقبلوا بسلاح غير سلاح الدولة اللبنانية، غير سلاح القوى الأمنية اللبنانية لأول مرة. هذا بسبب غياب الدولة، غياب يعني بسبب عجز وبسبب يعني بسبب بتصور سلوك حزب الله. يعني حزب الله برهن يمكن بأنه هذا السلاح هو سلاح خير مش سلاح شر، منه سلاح ميليشيوي. طبعا في البعض بيعترض على هالكلام هذا، ولكن حتى هذا الذي بيّن يعني هذا هو السبب الذي جعل المسيحيين يؤيدوا استعمال هذا السلاح ضد عدو خارجي. هذا هو سبب أو سبب الأقوى هو الخوف من داعش؟ ما هو أكيد، لأنه في عليهم هجمة، هو خوف أكيد يعني. لا، الخوف من داعش، أنه أن يكونوا خائفين من داعش ويقولوا أنه حزب الله يؤمن لهم الحماية شيء، وأنه يقتنعوا أنه بسلاح حزب الله أنه فقط للقضايا يعني المحقة شيء. يعني بتصور كنا فينا نسأل سؤال، إذا كان بأيدوا بقاء حزب الله لحماية لبنان على سبيل المثال، بتصور يمكن نفس النسبة تقول نعم. بتصور. طيب، طالما نحن عم نتحدث عن استطلاعات واستطلاعات الرأي لا سيما بالعينات المسيحية، وطالما عم نتحدث عن رئاسة جمهورية يعني والتمثيل المسيحي الأقوى في الرئاسة، وكنا سمعنا أيضا من أشهر علامات ميشيلون يطرح ضرورة انتخاب الرئيس من قبل الشعب وضرورة تغيير التعديل الدستور في هذا الموضوع. حضرتك أيضا كان لك دراسة في هذا الموضوع واستطلاع. نعم. شو صار بهذا؟ أول شيء بحب أقول هذا طرح راقي جدا جدا وضروري وإصلاحي. بحب ألفت نظر المشاهدين، لا يوجد دولة في العالم يوجد فيها رئيس وله صلاحيات والرئيس ينتخب من البرلمان. هذه بدعة وهرطقة. الذي كان قائما في لبنان منذ الاستقلال إلى اليوم هو بدعة وهرطقة. صحيح رئيس الجمهورية نزعت منه صلاحيات عديدة أكثر الصلاح، ولكن بقى له صلاحيات معينة، وخصوصا أنه نحن نظامنا بكل بلاد العالم بيكون في يا نظام برلماني أو نظام رئاسي أو شبه رئاسي. نحن أول دولة صار فيها نظام اسمه نظام شبه برلماني. لماذا شبه برلماني؟ لأنه الرئيس شريك بالسلطة الإجرائية، شريك مع شريك الحكومة. نعم. نعم، شريك، فهو شبه برلماني. فبالتالي يجب أن ينتخب من الشعب، يجب وجوب، وخصوصا أن الآن نحن في أزمة. البعض قال أنه مش وقتها، أمتى بكون وقت الطروحات الخلاقة؟ عند المحن، عند الأزمات. فهلأ أنا باعتقادي لكل المطالبين بجدية، هلأ طبعا في مناورات كثيرة، اللي فعلا حريص على وجود رئيس للجمهورية، وجوده في سدة الحكم، عليه أن يدعم طرح الجنرال ميشيل عون أو يذهب للتفاوض معه. لأنه ملف الرئاسي بعد خصوصا تصريح وموقف حزب الله اللي عبر عنه المعاون السياسي لأمين عام حزب الله اللي هو الحاج حسين الخليل،
وقال بأن نحن مع الجنرال عون لقيام الساعة. فهذا يعني أنه أصبح ملف الرئاسي عند الجنرال عون. كل من يريد أن يتكلم عن موضوع الرئاسي وحل هذا الموضوع عليه الذهاب إلى الجنرال عون للتفاوض معه حول هذا الأمر. هذا مش رأيي أنا. هذا الذي من هذا التصريح أو الموقف لحزب الله يحيل إلى ذلك. يعني طيب يعني قبل ما أختم الحلقة بالحديث أيضا عن قانون الانتخاب قانون المختلط، يعني مثل ما عم تقلي حضرتك أنه يبدو بالحديث أو الاتفاق يعني بين الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط والرئيس السنيورة يلي بري وجنبلاط السنيورة وجنبلاط يلي كانوا قد أعلنوا موافقتهم على المختلط يلي بيطرحه الرئيس بري، وكأنه في نية مسبقة بعدم تغيير هذه الطبقة السياسية بكيفية تكوينها وتوزيعها الكتل للسلطة. هل اليوم بقدر الجدية اللي عم نحكي فيها بالتفاوض والاتفاق على قانون الانتخاب، هل في جدية بالتعاطي مع ملف الرئاسة وإن كان هو موضوع حكما في يد علي معدعون من بعد التصريح الأخير؟ أنا لغاية الآن ما بشوف الطبقة السياسية مهتمة بكل صراحة بانتخاب رئيس. في تصريحات إذا لو فعلا جديين وخصوصا بعد موقف حزب الله عليهم الذهاب إلى الجنرال عون والنقاش معه حول هذا الموضوع، لأنه يعلموا بأنه في عند حزب الله وحلفائه ما بأمنوا نصاب قوة تعطيلية، فإذا ما ذهبوا للمجلس النيابي لاختيار رئيس، وهذا حقهم السياسي على فكرة، الكلام لازم وهني عم بعطلوا وهني، هذا حق السياسي. نعم. الحضور أو عدمه حق سياسي، ما في شيء لا بالقانون ولا بالدستور بيلزم النواب الذهاب لانتخاب رئيس. وهوني مشكلة قانون انتخاب الرئيس. من الأساس لازم كان يكون من الشعب، عملوا من الشعب، إذا فعلا حريصين اذهبوا إلى البرلمان عملوا نصاب وعدلوا الدستور بحيث يصبح فقط بفقرة من مادة 49 اللي بتقول لك اللي هلأ بتقول أنه ينتخب الرئيس من المجلس النيابي من أعضاء المجلس النيابي، تشطب هذه وينتخب الرئيس مباشرة من الشعب، نحلت القصة نذهب إلى الشعب فورا، يعني نذهب إلى الشعب. طيب بالموضوع الموضوع انتخاب الرئيس من الشعب أيضا بقراءة نقدية يعني لهذا الطرح، بيقولوا انه هو ما بيستنسخ الا موضوع مجلس النواب، يعني الا انه الطوائف هي التي ستختار رئيس الجمهوريه، لانه اذا كانوا المسيحيين يعني وهن منهم اكثريه في لبنان حاليا فصوتوا لمرشحين مثلا مرشحين هن، فالباقي الطوائف اللي هي مين بالديموغرافيا يتمتع بالتمثيل الاكبر او عنده اصوات اكثر مقترعين، يعني ديموغرافيا عم نحكي الشيعة او السنة، هم الذين سيقررون من هو الرئيس المقبل ومش المسيحيين. هذا ليس صحيحا على الاطلاق. في ظل الانقسام السني الشيعي المسلم، يعني المسلمين اليوم منهم توجه سياسي واحد، وفي توازن عددي تقريبا بين السنة والشيعة، فإذا بصير انتخابات هل في توازن عددي بين السنة والشيعة؟ نعم تقريبا، إيه تقريبا في توازن عددي. اللي بيربح لما بيظل هذا التوازن العددي، يعني خلينا نقولها بصراحة، إذا نزل خاض المعركة ممثل لـ14 آذار، السنة بتعطيه أصواته، وإذا كان الجنرال عون الشيعة بيعطوه أصواته، هون توازن. مين اللي بيربحوا؟ المسيحيين، اللي عنده كتلة مسيحية أكبر هو الذي يفوز. بيضة الأبان هو المسيحي بهذا أوكي. هذا اليوم عم نحكي. نعم اليوم. من هون إلى 50 سنة ولا 100 سنة. مين قال إنه في طائفة مش هتكون ديموغرافيا أقوى من طائفة بعد سنوات؟ لأنه المسيحيين من أيام الحرب. المسيحيين من أيام الحرب. من قال إن هذا النظام المتعفن اللي عنا سوف يبقى على ما هو عليه؟ هذا النظام البشع واللي بتمسكوا لي فيه واللي بيقول لا لا لمؤتمر تأسيسي. نحن نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد. نحن نحتاج إلى مؤتمر تأسيسي، غير ذلك ما فينا نبدي دولة. هذا لن يبقى، هذا الأمر لن يبقى على ما هو عليه الحال الآن، سوف تتغير الأمور دون أدنى شك. بس اليوم بهذه القراءة النقدية معلش اسمح لي، فضل يعني فضل أنه لما بدون ما رح يقولوا أنه رح يتغير النظام بعدين، يعني طيب مين المسيحيين قبل الحرب كانوا أكثر من هيك. المسيحيين ديموغرافيا قبل الحرب كانوا. من قال أنه مش ما في طائفة ستكون ديموغرافيا أقوى بعد سنوات عديدة؟ من يعين الرئيس مش ينتخب، لأنه أي انتخابات لا تستند إلى أراضي شعبية هي تعيين منه انتخاب. هذا من عين الرئيس السابق؟ المسلمون.
مش المسيحيين، هن توافقوا فيما بينهم وقالوا نحن تعال نتوافق على أنا عم ناقش بقصة انتخاب الرئيس من الشعب، إنه إلى أي مدى هي هذا اللي أقول الآن من مجلس النيابة إذا أبقيناه من ينتخب الرئيس؟ المسلمون. طيب. مش المسيحيين. المسيحيين ما إلهم، هن بس بيقدموا مرشح، بس هن القرار مش لإلهم، القرار لا، الأفضل نذهب إلى الشعب، الشعب هو الذي يقرر. الشعب هو الذي يقرر. واللي عنده أكثرية مسيحية هو اللي بيربح، بينما هلأ افترض المسيحيين في 80% من النواب المسيحيين بدهم مرشح معين، هل بيستطيعوا الاتيان به؟ كلا، إذا المسلمين ما قبلوا ما بيقدروا يجيبوا، ما بيقدروا يفرضوا رئيس من خلال المجلس النيابي، بس بيقدروا يفرضوه من خلال الشعب، من خلال التصويت الشعبي فيهم يفرضوا للرئيس. على المسيحيين أن يدركوا بأنه هذا الأمر الانتخاب من البرلمان يجب تعديله، هذا يجب تصحيحه، يجب تعديل الدستور إذا أردنا انتخاب رئيس بشكل منتظم، بشكل منتظم. وإلا كل دورة في فريق ما بيجي على الجلسة، ما بيأمن النصاب، ما بيأمن النصاب، وتبقى. أنا بقول لك هلأ إذا ما اتفقوا مع الجنرال هون وما عملوا انتخاب، ما راح يصير في انتخاب، ما في انتخاب، وبالتالي ما في رئيس، ما في رئاسة، وقد تذهب الرئاسة أدراج الرياح على فكرة. هذا موضوع خطر، لأنه يبدو أنه في بعض الكتل السياسية هي ماشي الحال، يعني ما عنده المشكلة. إيه طبعا، يعني في البعض أنه في كثير عم يتباكى على الرئاسة، بس ما بعرف قديش جدية هيدي، يعني ما في. أنا بتمنى على المهتمين والحريصين على الرئاسة أن يذهبوا ويتشاوروا مع الجنرال، لأنه هذا الملف بإيده. وأنا بتمنى أنه يدعموا تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب، هو الذي يقرر، مش بس بهالدورة، بكل الدورات القادمة. هن ما عملوا انتخابات نيابية أستاذ عبدو، نعم بعرف، غيروا الدستور. يا ماشي، أنا موافق معك، بس بتمنى على الحراك المدني اللي قام قومته الكبيرة ضد التمديد، نحن كلنا ضد التمديد، بس هالقومة هذه بنتمنى نشوفها على قانون انتخاب مثلا. نحن كنا ما بدنا نعالج النتائج، بدنا نعالج الأسباب، بدنا نعالج السبب الذي أتى بهؤلاء النواب هو قانون الانتخاب الذي يعتمد الأكثر مع الصوت المتعدد. علينا تغيير هذا القانون، نتمنى على الحراك المدني يضاعف جهوده ويذهب ويعتصم أمام البرلمان وأمام مجلس الوزراء بصورة دائمة، ولو بخمس أفراد، ولو بخمس أفراد، للمطالبة بتغيير قانون للنسبية المطلقة، وليس هذا المختلط الذي المطروح الآن. كان لافت موضوع الحراك المدني أنه لم يتحرك، يعني بموضوع قانون انتخاب، موضوع انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، يعني ما شفنا حملة مدنية مرافقة لهذا الاقتراح، على الرغم من هذا الاقتراح هو من رغم أرقى أوجه ديمقراطية يلي ممكن يكونوا بنادولها. يعني رغم أني أجريت استطلاع للرأي حول هذا الموضوع، هل تؤيد انتخاب رئيس مباشر من الشعب، قبل أن يطرحوا الجنرال عون بحوالي أسبوعين ثلاثة، إجا أكثرية ساحقة من اللبنانيين تقول نعم، يعني يمكن كانت حوالي 85%، نعم صحيح، 81% منهم مسيحيين. وقتها كان في عنا حلقة كمان نحن وياك، نعم وحدثنا، نعم نعم، عن بتذكر هلا صحيح نتائج هذا. فالشعب اللبناني يريد، ولكن نحن ما في عنا طبقة سياسية تسمع إلى مطالب الشعب، تسمح لهم يحكوا بس، تسمح لهم يعبروا عن رأيهم، ولكن بالنهاية ما في مين يسمع ويطبق اللي الشعب بده اياه. نعم. ابدا ابدا. استاذ عبدو سعد، شكرا لك، مدير مركز بيروت للابحاث والمعلومات. نحن طبعا كل شهرين ثلاثه بتكون حضرتك ضيفنا باستطلاعات جديده، اهلا وسهلا فيك. شكرا، شكرا جزيلا. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم هذه الحلقه، والى اللقاء.